يقول: بعض الناس إذا صليت بالجماعة في الفجر في يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان يقول قد طولت، فهل هذا يعتبر من التطويل؟ لا، هذا عمل بالسنة وله من التطويل، لكن هذا كسلان، هذا اللي يقول لك ذا من الكسالى، فلا تلتفت إليه. إذا عملت بالسنة فلا تلتفت إلى من يعارضك في هذا. نعم، وله بتطويل قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان، ما هي بطويلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالسبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام، كان يدخل في الصلاة والرجل لا يعرف من بجانبه من الظلمة، ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه. كان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. نعم.